بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم بوضوح. الحقيقة مش عارف حالة التخبط اللي عايشة فيها الحكومة دي هتخلص امتى، وهيبقى امتى عندها حل لمشاكل الناس في اي وقت. احنا رجعنا تاني لوقت الاعتصامات والاضرابات الفئوية. الحكومة مش عارفة تحل ازمة اضراب النقل العام، ولا عارفة تحل ازمة كادر الاطباء، ولا ازمة موظف الشهر العقاري وعمال غزل المحلة. وطبعا حكاية المدارس والجامعات دي حكاية تانية. مش عارفين ولادنا هيكملوا الترم التاني ولا مش هيكملوه، وايه اللي هيتحذف من المناهج، وعلى اي اساس هيتم الحذف، ومين كمان اللي هيحذف. مستقبل ولادنا بقى مجهول، واتحدى ان في حد في الحكومة دي عارف اي حاجة. كلكم والغلابة في البلد دي كوم، مالهمش غيرك يا رب. الغلابة في البلد دي ما بياخدوش حقوقهم، ولا بيبل رقهم وزير ولا غفير، ولا فارق معاهم رئيس راح ولا رئيس جه، ولا نظام قام ولا نظام سقط، ولا ثورة حصلت وثورة باظت. بيفضل الغلابة هم الغلابة في بلد للأسف بتكره الغلابة. ويا ناصر الغلابة يا رب، انصر الغلابة وخد بإيديهم، لأن خلاص البلد بقت بتاكل في الغلابة. وعاوز اقول للمسؤولين ان كنتوا هتتسألوا قدام ربنا، وان سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، ما كانش بيهزر، لانه كان راجل مسؤول وعنده ضمير وعنده اخلاق وعنده دين وعنده دم. تعالوا نشوف التقرير عن جزء من الناس الغلابة، ونرجع بعدها مناظرة جديدة بين قامتين من كبار القامات القانونية في مصر. واحد منهم بيدافع عن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، هو الأستاذ محمد الضماطي، والتاني الأستاذ محامي الحسيني أبو ضيف شهيد الصحافة في أحداث التحرية، والأستاذ المحامي الكبير عبد العظيم المغربي. نشوف التقرير اللي أعدته الزميلة ياسمين الضوي عن الغلابة في مصر، ونرجع نبدأ رابع مناظرتنا في بوضوح. من السهل أن تغلق عينك وتحلم، ومن الصعب أن تفتحها لتدرك أن حلمك لن يتعدى حدود خيالاتك فحسب. إنه حال علي حارس أحد العقارات، أو لنقل بوابا، مكان هنا على باب العمارة. أي حاجة تبوظ على أنا اللي بشيلها، أي حد يخش العمارة، أي حد طالع كده، ولا أي دليفري بطلع معاه. ما فيش طبعا 24 ساعة دي. يحلم أن يتعلم أبناؤه أن يؤمن لهم حياة كريمة. جو العيال جايين من المدرسة وعطين شنطة وحشنطة كده. أنت كان نفسك تروح زيهم؟ إيه اللي خلاك ما تروحش مدرسة؟ في فلوس. ما فيش مستقبل خالص، ما فيش، يعني واحد رائد خلاص. يعني إيه بعد كده يشحت؟ ما فيش، يعني عيل عيب بصراحة، ما فيش، يعني الواحد ما يجيب منين عشان يكشف عليه مثلا. أنا مش طالبين فيلا ولا طالبين حاجة، احنا عايزين نعيش زي الناس. صدمتنا الصورة حين تجاوزنا ثقب الجدار، المدخل الوحيد للغرفة التي يحيا بها. ادي سكني والله اللي هو انا ساكن فيه، سبع عيال وانا والولية. وطبعا أنا زي ما انت حضرتك شايفها كده، حتى الهدوم يعني شكاير وبتاع، يعني ما فيش، يعني تعبانين بصراحة. احنا والله عايزين حد يراعينا بس، ويشوف ان احنا العيشة اللي احنا عايشينها بصراحة عيشة مش حلوة والله، ما ترضى ربنا. احنا صباح تنفار عايشين هنا زي ما انت شايف كده على الحسرة دي كده، ولا حتى عارف اعلم عيال في المدرسة ولا اي حاجة. انا بس بنات شباب زي ما انت شايفهم كده، خايفة عليهم، واحنا قاعدين هنا حارسين وكده، وبخاف لما عيل زوي يجيب طلب ولا حاجة، بخاف على البنات وكده. كان نفسي والله اعلم عيالي بجد يعني، بس الظروف ما تسمحش. ما فيش حد يهتم بينا كده يعني، ويشوف اللي احنا فيه دي ده، احنا تعبانين برضه، مش عارفين نقف، السقف واقف،
وكأن الحياة تسخر منه وتأبى إلا أن تذكره بحاله وتقول له مكانك هنا تحت الأرض، لكن رب الأرض هو ذاته رب السماء، من ناداه لابد سيجيبه يوما. يا رب يا رب. في غرفة لا يمكنك أن تقف فيها منتصبا، لا يدخلها الهواء ولا الشمس، يحيى حارس العقار علي يحرس الناس وأملاكهم، ولا حارس ولا راعي له إلا الله. ياسمين الضوي بوضوح، قناة الحياة.